إزاي تتعامل مع حالات ضعفك؟ الضعف حالة بشرية طبيعية تسبق حالة التعلم، عشان كده قبل ما تتعلم شيء بيبقى عندك حالة من الضعف، ضعف معلوماتي أو حتى ضعف جسدي اللي بيكتسب قوة اسمها تعلم قوة. فاكرين فرانسيس بيكون لما قال المعرفة قوة، knowledge is power، وبالتالي كل ما اكتسبت معرفة كل ما بقى عندك قوة. الضعف وسيلة لاكتشاف مهاراتك الدفينة والحقيقية. كل لحظة ضعف بتعدي بيها ممكن تكتشف بيها موهبة حقيقية ما كنتش واخد بالك منها، فاستمتع وانطلق لاكتشاف هذه المواهب. الضعف رسالة سماوية معناها انك قدها عشان تفجر كل الطاقة اللي جواك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوم بحماس وقول أنا وسعها أنا وسعها، وفجر طاقتك واستمتع باللي هتكتسبه بعد هذه الحالة اللي كنت شايفها سلبية. خليك واعي ان كل عظماء العالم اكتشفوا مواهب غيرت حياتهم في لحظات ضعف مروا بيها في يوم من الايام. اياك ان تلتفت لاراء الناس، طنش اراء الناس هتبقى في حالة قوة دائمة، لان سماعك ورمي ودنك لاراء الناس بيضعف ويخليك اسير ارائهم، مش عايز اقول ذليل ارائهم. اعمل الصح دايما مهما كان رأي الناس، مش مهم كيف يراك الناس، المهم كيف يراك رب الناس. لو عشت كده هتكتسب قوة بيبحث عنها الكثير من الناس.